السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وفلوق جديد. هذا النهار معروضة عند صاحبتي التونسية، عرضتني مسكينة، كل عام كتعرضني في رمضان نفطر عندها. وهذا النهار غادي نوريكم شنو وجدات عليا، وغادي نتعرفوا على الفطور التونسي وشنو كيديروا في الفطور التونسي. خليكم معايا وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي ما مابونيش يتابونا وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وما تنسونيش من لي لايك ديالكم. يلا خليكم معايا ودابا نوريكم شنو طيبات صاحبتي. هذه الشربه ديال التوانسه، دايرها بالتشيشه ديال الشعير ولي فغوي دو مير. وهادو لي بات طايبين باللحم ديال الغنمي. هذه لاصوص، غادي نوريكم الطريقه كيفاش صوبتها. كتاخذ هاد لي بات هادو، كدهنهم في الاول بالزيت، كدهنهم مزيان كيف ما كتشوفوا. الطريقه باينه، كدهنهم مزيان بالزيت ودير لهم شويه د الملحه وكديرهم يتفوروا. كديرهم تفوروا في الكسكاس كيف ما كنفوروا حنايا السكسو. ومن بعد غادي نوريكم الطريقه ديال لاصوص. هنايا في الطنجره دارت اللحم، هنايا هنا العطريه، داير العطريه هنايا، ماتيشا كونسونطري طوماط، ملحه، لبزار، راس الحانوت، والفلفله حمراء او التحميره، البصله، وشي خمسه دروس ثومه كبارين، وهذوك المزيودات وشويه ديال الحمص. تتبدا في الاول كتشلط هذيك البصيله، كتقطعها يعني كدير غير شويه، ما كاملاش واحد نص بصله، تتقطعها بحال هكا مشلده، وكتدير داك الثومه، الثومه كتمسها، تدير داك الطوماط كونسونطري. هاد الطوماط هما الطوماط اللي كيستعملوا دوبل كونسونطراسيون، يعني مركزه بزاف. وكدير الملحه، كدير غير الملحه في الاول، وكتدير شويه ديال الماء، كتقلي هذاك اللحم مع الطيشه والبصله، كتقليهم هكا. ومن بعد عاد كتضيف العطريه، ما كديرش العطريه في الاول باش العطريه ما تحرقش. كيف ما كتشوفوا العطريه دارت معلقه ديال الابزار ومعلقه ديال الفلفله حمراء ولا التحميره، ومعلقه ديال راس الحانوت، راس الحانوت ديالهم ماشي ديالنا. ودارت معلقه ديال المعدنوس. كما كتشوفوا كتخلي داك اللحم كيتقلى مع العطريه، وداك لاصوص طوماط اللي ضفت لهم غير واحد الكاس ديال الماء، وتزيد هذاك الحمص. ومن بعد عاد كتزيد الماء حتى تتغطي داك اللحم، ملي كطيب داك لاصوص، قبل من التفويره الثانيه كتاخذ شويه من داك لاصوص وكديرو مع داك لي بات، كدهنو كتدخل داك لاصوص في لي بات. نسيت ما قلت لكمش هاد لي بات سميتهم النواصر، شحال وانا نسولها ونعود ونعود باش نعرف سميتهم. نسيتها. وكترجعهم يتفوروا عاوتاني وتخليهم حتى تيطيبوا صافي. ومن بعد كتسقيهم كما كنسقيو حنا السكسو، وكتحطهم بحال هكا الفلفله الحار. وهادو قنينطات صوباتهم بالدجاج، الدجاج طيباتو مع البصله، ومن بعد قطعاتو ودارت الشعريه ديال الشينوا، وخلطت معها الفرماج، وخلطت معها جوج بيضات، وكتعمر هادوك لي في دو بريك ولا الورقه، كدير داك القنينطات هكاك الورقه كيف ما كنديرو حتى حنايا في المغرب، نفس الطريقه.
نفس الطريقه كيف ما كنلويو حنايا القنيطات، حتى هما عندهم نفس الطريقه. ومن بعد صوبنا التمر عمرناه. المهم انا المهم التمر كتعمرو بالزبده، كتعمرو بالزبده وكتزوقو بحال هكا باللوز، شي كتزوقو باللوز وشي كتزوقو بالبيستاش وشي بالقرقاع. و التمر تعمروه يا اما بالزبده يا اما كيعمروه بداك الشاميه. هنايا دارت التمر بالزبده، وواحد اخر هادي تعمرو بهاديك الشاميه ديالهم. وكيديروا وكتزوقوا يعني اختياري كيف ما قلت لكم. هنايا دارت الشاميه وكدير البيستاش ولا القرقاع ولا اللوز. انا جاتني غريبه شويه الزبده، مي منين ذقتو عجبني. تيجي مزيون. وهنايا صوبت لها انا هاد لي بروشيت بالفواكه. هنايا الطبيله ديال الحلو كديروها بوحدها، والطبله ديال الفطور بوحديتها، حتى تناكلو ونفطرو ثاني وكنمشيو ناكلو الحلو. وهذه هي الطبيله كيف ما كتشوفوا، هذه هي الطبيله. ونتمنى يكون عجبكم وتكونوا زعما عرفتوا الفطور التونسي. ودابا خوتي اجي نعود لكم شنو وقع لي عند صاحبتي، وعلى صاحبتي تخلعت. اي لالا، حطينا الفطور، وجدنا الفطور وجلسنا على الطبيله وجلسنا نفطروا. يلا دقت انا هذيك لاسوب، يلا بديت كناكل بديت كناكل مع اختكم بلقة، وليت حمرا 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 كيما طيشه، وعيني حمار والدموع هابط لي، وليت كنقطر بالعرق، العرق تهبط عليا. حشمت، ما قديتش نقولها راه حار، ما قديتش نقولها حار. وما المهم تناكل واخا جاني حار، ما قديتش حار كيلقف. مسكي بقات كتشوف فيا كتقول لي واش بيكي اختي، واش بيكي، واش بيكي. انا عرفتي حشم حشمت وتنزيد نتزنق شافتني هكاك حمراء والحرقه تهبطت عليا والدموع هابطين لي، مسكينه تخلعات وتقول لي وراس اختي، وراس اختي ما حطيت حار، ما حطيتش الحار وراس اختي. انا نعرفك انتما المغاربه ما تاكلوش الحار بزاف، وتقول لي وراس اختي ما حطيت الحار وراس اختي، وتقول لي هذا حار، ما حارش، ما حارش، والله ما حار، والله ما حار. انا فمي العافيه شعله فيه وهي كتقول لي ما حارش. ايوا المهم هما التوانسه مولفين بالحار بزاف، وحنا حنايا المغاربه راه ما كناكلوش الحار بزاف، كناكلو دون دي زوكازيون مع دي بلا، ماشي كاع ماكلتنا فيها الحار، يعني كناكلوهم مع شي اكلات وما كنديروش بزاف. وهما الحار ديالهم جهد بزاف، حنا زعما واخا عندنا داك الهريسه، عندنا داك المزاود وهذا، ماشي حارين بحالهم. هما لي زيبيس ديالهم العطريه ديالهم حاره بزاف. ايوا المهم هادشي اللي كاين، وغادي نقول لكم شكرا لتتبعكم هذا الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم. ونبغي نقدم الشكر الخالص ديالي لصاحبتي اللي كنعتبرها ماشي صاحبتي، كنعتبرها اختي اللي ما ولدتها ليش ماما. ونبغي نشكرها بزاف بزاف لانها كل عام كتفكر فيا وعارفين بوحديتي، دونك كل عام كتعرض عليا كنمشي كنفطر عندها. ونبغي نشكرها هي والزوج ديالها،
نشكرهم بزاف، تكبروا بيا ولا اللي خطيهم، وشكرا لهم بزاف بزاف من هذا المنبر. ونبغي نقول لكم كذلك من هذا المنبر، بزاف اللي كنسمعهم كيهضروا على الصحابات، تقول لك كاينين غير بنات الحرام وما كاينين الصحابات، راه فين ما مشيتو راه كاين المزيان وكاين العيان، واي غولاسيون سواء مع اختك ولا مع باك ولا مع خوك ولا هذا راه كيقدر يوقع فيها مشاكل. غير الانسان خصو يعرف كيفاش يتعامل مع هذوك المشاكل، وتخص تكون النيه صافيه. واي غولاسيون اي غولاسيون راه الا ما درتي لهاش واحد الحدود، ولا ما الا ما درتي لهاش واحد الحدود راه ما كتكونش ناجحه. اي غولاسيون كيف ما بغات تكون، سواء راجلك ولا صاحبتك ولا اخوك ولا اختك ولا اي غولاسيون، راه تيخص يكون فيها واحد الحدود، واحد لي ليميت اللي زعما الانسان مخصوش يتعدى داك لي ليميت، وخاص الانسان ديما يدير واحد مسافه الامان ما بينه وما بين الاخر. هذا موضوع اخر ان شاء الله نطرقوا ليه في فيديو اخر، ديال الصحابات وديال الصحابات وديال العلاقات، كيفاش تكون الانسان يدير علاقات ناجحه. وغادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسونيش بلي رايك ديالكم وبالتشجيعات ديالكم، واللي ما مشاركش يشارك وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. هادشي طبعا الا عجبتكم القناه ديالي ولا عجبكم المواضيع اللي تنقدم لكم، الا ما عجبوكمش راكم واسع النظر. يلا بسلام عليكم، كنحبكم تنموت عليكم. سلام.